دكتور، في ناس دايما بيبقى عندهم بعض المخاوف كده من زراعه الاسنان. قبل بقى ما نتكلم في اي اسئله ونتكلم عن اي حاجه، عايز اعرف من حضرتك يعني ايه زراعه الاسنان. حلو، طب خلينا نتكلم. انتوا في الاول قلتوا حاجه كويسه جدا، ان هو الربط بين الوظيفه والشكل. هو ده اللي احنا دلوقتي يعني تقريبا بقالنا 4 شهور في مصر وصل لنا التكنولوجي الجديده في اللي هي الدي اس دي مع الامبلانتس. ايه الدي اس دي؟ دي اللي هي الديجيتال سمايل ديزاين، اللي احنا كنا بنعملها في الاول تجميليا للناس، اللي هي القشره التجميليه اللي هي مع دكتور احمد بيقعد يتكلم عليها، بس تاني دخلها كمان مع زراعه الاسنان. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان ما بنعملش زراعه بالظبط، هي مش زراعه اسنان بس، هي كمان تجميل للاسنان. لو جينا نرجع بقى للسؤال دوت اللي هو يعني ايه زراعه اسنان، احنا ده بنتكلم يعني ايه سنان اصلا. ربنا احنا بنيجي نشوف اسناننا، ربنا خالق ايه؟ ربنا خالق السنه دي عباره عن جزئين، جزء اللي هو الجدر اللي هو جوه العظم وجوه اللثه اللي احنا ما بنشوفوش، والجزء اللي هو الخارجي اللي احنا بنشوفه اللي هو السنه اللي بتبقى باينه. طبعا زراعه الاسنان الناس بتبقى فاهمه ان زراعه الاسنان هي السنه اللي هشوفها في الاخر، لا، زراعه الاسنان هي تعويضيا للجدر اللي اتفقد او اتخلع واحنا بنخلع السنه نتيجه بقى الحاجات اللي انت قلتيها. طبعا هي دي فكره زراعه الاسنان، ان انا بعمل زراعه لجدر صناعي مكان الجدر اللي اتفقد. تمام، انا دلوقتي عندي فقدان في سن او ضرس، ازاي ابتدي اتحرك وافكر في زراعه الاسنان؟ يعني ايه اللي انا بعمله عشان ابدا اعمل زراعه اسنان؟ يعني انت خلعت خلاص السن، انا عندي ضرس او خلعته وخلاص وعايز بقى اعمل ايه؟ طيب بص، هو مبدئيا ان اي مريض بيبقى عنده سنه مفقوده مثلا من شهر، شهرين، سنه، 5 سنين، 10 سنين، بيبقى اول ما بيروح لدكتور اسنان بيبقى قدامه اوبشنز 3، مفيش رابع، يعني هم الثلاثة دول اللي هم اول حاجه. في دكاتره تقول لك هعمل لك حاجه اسمها بارشل دنشر، اللي هو متحركه، سنه بتتركب وتتلب، يعني اسمها تلبيسه بمعنى اصح، بتبقى بكليبس كده زي مشبك بيمسك يقدر يفكها ويحطها تاني. بالظبط، دي متحركه خلاص. طبعا دي اتلغت خلاص من العصور الوسطى، حاجه سيئه قوي طبعا. بعد كده الاوبشن الثاني بيجي يقول لك هعمل لك كوبري، بقى يقعد يقول لك هعمل لك كوبري بورسلين، طب اعمل لك الاحسن منه كوبري ينحت من هنا شويه وينحت من هنا شويه كوبري ويدمر سنتين سلام علشان في الاخر يعوض سن اصلا مفقوده اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده. طب يا دكتور بتتكون من ايه اللي هي الحركة؟ قلت لي زراعه الاسنان الماده اللي بتتكون من ايه؟ هي الزرعه نفسها خامتها بتبقى ماده اسمها تايتانيوم جريد 5. هي هنا هو بقى شطاره الدكتور ان هو يعرف يفهم الماتيريال قوي بتاعت الزرعه طبعا علشان يعرف يشتري هو بيشتري ايه. يعني احنا عندنا النهارده في المركز مثلا وصلنا لثلاث انواع هما عملنا عليهم دراسه كويسه جدا عشان نقول اما اجي اعمل اوفر للعيانه اقول له مثلا عندي ثلاث انواع زرعات انت بتختار منهم زرعه، انا مش حاطط له مش يعني لو اختار مثلا اول واحده او اخر واحده هما الثلاثه بالنسبه لي بيرفكت، ما فيهمش غلطه، ما فيهمش مشكله، لان بس انا عملت دراسه. حضرتك بتخير طبعا. لان دي مات والبراندات في منها اسعار متفاوته، فهو بيختار هو اكوردنج للبادجت بتاعته، هو بيختار مثلا النوع اللي هو عايزه. بس حضرتك بتضمن له في الاخر الكفاءه الاخيره للزرعه. انا مش هدخل المركز زرعه رضيئه، لازم يكون زرع انا مختارها كويس جدا بناء على دراسات بره اتعملت ودراسات انا عندي اكلينيكيه جربتها في العياده كتير. دكتور نبيل بيعملوا ضمان اصلا طول الوقت على الحاجات اللي بيعملوها كمان، لان احنا دايما بنعمل شهادات ضمان للزراعه مدى الحياه من المركز ومن الشركه المنتجه. تمام.